صار لي اليوم بالغامش لي 10 سنوات، وأنا جوزي توفى بحلب الأول الأحداث بحلب، كان عامل عادي يطلع شغل، كنا بحلب قاعدين ببيوتنا مرتاحين ما في أي شيء، بس صارت الثورة هيك وشي، كان طالع على الشغل عامل عادي، ما كان أي لا عسكري لا شيء، كان مدني، كان طالع على الشغل اللي يلم بضاعة من هالعالم دي يعني هيك معادن هيك شغلات، ويشتري من أولاد صغار وهيك شيء ويبيع مشان مصروف ولدين. وأنا كان ابني عمره 7 شهور وتوفى أبوه، صارت الأوضاع بحلب مأساوية بالحيل، يعني ما عاد بيني أسوي شيء، عندي أخ وعنده سيارة صغيرة شاني أنا أولادي يجيبنا على القامشلي. قررت انه انا كنت بالورشات، انا اشتغلت بكذا ورشه بالغامشلي، اشتغلت بورشه تبع الرحبه، اشتغلت بورشه عند كزيت الجرمكلي، اشتغلت بورشه عند جسر بشيري عند السوق، اشتغلت عند خياط مد عربي زاد، يعني اشتغلت بكذا ورشه ايام طوال، اشتغلت مشغل تبع البر 6 سنين، اشتغلت بالرحبه 2 سنين، اشتغلت على جسر بشيري اكثر من سنه. وانا صرت اتعب، انا معي بدايه ديسك، صرت ما اقدر اشتغل طول النهار، يعني دوام التزام واثنين تعب تعب، يعني عم نجهد كثير بالنهار بالمشاغل، عرفت شنو؟ انا صرت اتعب، يعني اليوم انا لي 11 سنه اركض ورا الشغل، يعني تعبت ما عاد احسن اشتغل مثل اولي. انا اشتريت هالماكينه، قلت يعني اشتغل هل الله يبعث لي اياه مشان اريح حالي شوي من المعلميه وشغل الورشات. رحت استاجرت هالمحل البسيط هيك صغير، شيء اقدر عليه، صرت اشتغل بيه مشان مصروف اولادي. ابني كان يدرس، ما عاد نقدر ندرس، صار يعني شفنا ما عاد بشيء، قل ابني يوم انا ما اقدر ان انا ادرس وانت تروحي على الشغل بدي اساعدك. ابني الثاني قال انا بدي اروح معك على الورشات، دخل ابني معي بالورشات، صار يتعلم الخياطه شوي شوي، قام يتعلم، صار يشتغل على خياط مد عربي. صرت عندي قمايش، صرت افصل دزادين، افصل شناتي، افصل نزالات، اشتغل تصليحات، اشتغل فستان بسيط، اشتغل لاهل الحاره كنزايا بيجا ما هيك شغلات، يعني اهل الحاره شوفي ما يقصروا معي زاد، يعني عرفوني انا وضعي، صاروا يعني يوم اني انا افصل شنتاي واحط صحاب واتعب عليها ابيعها ب 7000 ليره. يعني اكثر من الناس يقول ليش انت سعرك رخيص؟ اقول اشوف الناس زاد يعني وضعها تعبان، يعني اليوم انا اعطيت شنتاي تبع المدرسه البنت ولا ولد ب 7000، اعطي الحرمه شنتاي تشيل بيها ثيابها تروح على اهلها تروح زياره اعمل لها 10000، والقماش من عندي والسحاب من عندي كل شيء وماكينه انا اخيط وافصل، اقول يجوني 7000 7000، يعني احسن من احطها 20000 25000 وما اشوفهم، ومنين بدي اعيش انا؟ وبنفس الوقت العالم عم تجيني زاد احيانا احس بيها، انا عديت بمرحله يعني انه فخر وانه عازه وانه هيك ما عندي شيء، احس انه يوم تجي وحده تقول غليتي علي عندي ولدين 3 شلون بدي البسن شناتي؟ اقول للوحده ب 7000 خذي لاولادك اللي بتقدري عليه.